الله الله بالعطي يا عبيدي الله الله خلها بجفن عينك وخل تحرسها لهداب تدري اختنا معودة على العز والحجاب خلها بجفن. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى أبد الآبدين. فاز والله من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا يا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. طوايا نظامي في الزمان لها نشر يعطرها يا من طيب ذكراكم نشرهم النور نور الله جل جلاله هم التين والزيتون والشفع والوتر ولولاهم لم يخلق الله آدم ولا كيان زيد في الأنايام ولا عمرو ولا سطحت أرض ولا رفعت سماء ولا طلعت شمس ولا يا أشرق البدر سرى سرهم في الكائنات وفضلهم فكل نبي فيه من سرهم سر. ويعدد فضائل أهل البيت عليهم السلام إلى أن يعرج على مصيبة أبي عبد الله الحسين فيقول يا أيقتل ظمآنا حسين بكربلاء. أيوا حسينا أيوا عطشانا أيقتل أيقتل ظمآنا حسين بكربلاء يا وفي كل عضو من أنامله بحر ووايا لده الساقي على الحوض في غدين وفاطمة ماء الفرات لها مهر. سعد الله قلب مولاتنا زينب لما نظرت إلى أخيها الحسين وهو مطروح على رمضاء كربلاء مقطع الأعضاء. والله يا ناس يا ناس درب المشرع منيا عطشان خيا يا مسيلمين. والله نايم نايم أخي شلون نوم وحر الشمس
غير رسومي يا ريت يومي قبل يومي يا أنا تمنيت يومي قبل يومي يا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. آمنا بالله. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. صدق الله العلي العظيم. فنظر نظرة في النجوم وهو سيدنا إبراهيم عليه السلام. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. ما أريد أن أبين المعنى الظاهر للآية وهو معروف والقصة معروفة، ولكن في الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام في هذه الآية: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. قال الإمام الصادق عليه السلام حسب إبراهيم، حسب يعني حسب شنو؟ في علم الفلك، حسب فظهر له مقتل الحسين عليه السلام، ظهر له مقتل أو أن الحسين سوف يقتل. زين، فقال إني سقيم. السقم أعظم من الحزن، هو من الجزع قد يكون. نتكلمنا في قضية الحزن والجزع، قلنا هناك حزن وجزع وهلع. السقم أعظم من الحزن. على أي حال، رب سائل يسأل يقول مثلا: علم النجوم فيه هكذا أمور؟ نعم فيه، هذا علم من أشرف العلوم، وفيه من الآيات والبينات التي لا تعد ولا تحصى. لكن الذي يحيط بهذا العلم حقيقة صدقا لا كذبا فقط هم محمد وآل محمد. الله سلام. لو أردنا أن نستعرض الروايات، روايات كثيرة في هذا الجانب، أن أهل البيت عليهم السلام والقرآن الكريم أشار إلى في هذه الآية: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. في تفسير أهل البيت عليهم السلام أن الطارق وهو إمام يظهر في سنة 260 ثم يغيب ثم يظهر كالشهاب الثاقب. اللهم صل على محمد وعجل الله تعالى فرجه الشريف. فإذا يقل الإمام عليه السلام: فإذا حضرت زمانه قرت عينك. اللهم أرنا تلك الطلعة الرشيدة. زين، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، إني أرى 11 كوكبا والشمس والقمر، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ليجي واحد يقول هذا العلم ما موجود، هذا علم وموجود ولا أصوله وثوابته، وفي الشريعة المقدسة له باب واسع. زين، مثلا في تحديد القبلة، في قبلة الكوفة أو العراق، يقول له: اجعل الجدي خلف كتفيك. نجم هذا اسم الجدي. زين، أو من سافر أو تزوج والقمر في العقرب لم يرى الحسنى أبدا. زين، ولذلك بعضهم مثلا يجي يقول لك: سيدنا أنا أريد أعقد. زين، عدي مضطر، لازم بهذا اليوم والقمر في العقرب. العقرب شنو؟ برج يسمى العقرب، مو عقرب أكو بالسماء، هاي أبراج تسمى العقرب، السرطان، كذا، مثل أسماء الكواكب: عطارد، المشتري، زحل،
الزهرة إلى آخره، هاي مسميات زين. فهذا المنازل، هاي المنازل اللي القمر يكون فيها في كل شهر تسمى منازل، سميت بالعقرب، منازل العقرب. هاي كل شهر يومين ثلاثة يكون هذا يتجنب فيه مجموعة من الأمور. شنو السبب شنو السر ما أدري أنا، إحنا ما نعلم علل الأشياء، إحنا علينا أن نأخذ الأحكام. الآن العلم الحديث قام يكتشف بعض الأمور، والله حركة المد والجزر إلها علاقة بشنو بالقمر ودورته، حتى الدورة النسائية الحيض اللي تمر به المرأة له علاقة بالعلويات، له علاقة بالقمر زين. شلون هذا جاذبية مغناطيسية مدري شنو، هذا الآن العلم الحديث بدأ يفسر قطرة من وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكن أهل البيت عليهم السلام في ذلك الزمان يكلمون الناس بطريقة واجب حرام مستحب مكروه زين. لذلك اجى واحد لأحد الأئمة عليهم السلام قال له ما أفعل، أنا أريد أسافر يعني أو أريد أتزوج، قال تصدق، تصدق وسافر متى ما شئت، مو لأن الصدقة تدفع النحس ترد القضاء بعدما أبرم إبراما. المهم أريد أنطيك فد فكرة عامة إلى أن هذا العلم هو علم موجود. وأحب أن أذكر لك روايتين سريعات نقلتها من بعض الكتب المعتبرة، والروايات كثيرة في هذا الجانب، حتى تعلم بأنه من يعلم هذا العلم حقيقة. الرواية الأولى عن الإمام الصادق، عن هاشم الخفاف من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، قال قال لأبي عبد الله عليه السلام أنا أبصر بالنجوم في العراق، يعني أنا بالعراق عملي شنو أعرف النجوم زين والفلك. فقال عليه السلام كيف دوران الفلك عندكم؟ قال فأخذت قلنسوتي، يعني هاي الطاقية احنا اللي نسميها حركتين، فأخذت قلنسوتي عن رأسي فأدرتها، هذا دوران الفلك. فقال عليه السلام إن كان الأمر على ما تقول فما بال بنت النعش والجدي والفرقدين، هاي أسماء نجوم، هاي أسماء نجوم وإلها علاقة بالزراعة ومدري شنو، وبالصحراء يستدلون بها على جهة القبلة أو جهة الشرق أو جهة الشمال أو جهة الغرب، علم 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 واسع ومتطور زين. فما تقول فما بال بنت النعش والجدي والفرقدين لا تدور يوما من الدهر في القبلة، يوم واحد من الدهر من السنة ما تدور بالقبلة، لماذا؟ قال والله هذا شيء لا أعرفه، يعني أبصر أهل العراق بعلم الفلك لكن هاي ما أعرفها زين. بعد الإمام عليه السلام قال له عدة أسئلة سئله، قال كم القمر جزءا من الشمس، يعني شقد نسبة القمر من نسبة الشمس؟ قال لا ما أعرف. قال عليه السلام فما بال العسكرين، العسكرين يعني جيشين راح يتقاتلون، فما بال العسكرين يلتقيان في هذا حاسب وفي هذا حاسب، يعني في علم الفلك، فيحسب هذا لصاحبه بالظفر ويحسب هذا لصاحبه بالظفر، ثم يلتقيان فيهزم أحدهما الآخر، يعني واحد من عندهم ما يفتهم ما يعرف، فأين كانت النحوس؟ قال لا أعلم. قال عليه السلام صدقت، إن أهل الحساب، إن أصل الحساب حق، ولكن لا يعلم ذلك إلا من علم مواليد الخلق كلهم، ومن علم مواليد الخلق كلهم سوى من جعلهم الله عز وجل حجة على كل خلقه وهم محمد وآل محمد. أي مال العسكرين يلتقيان وكذا، رواية يمكن سامعيها أنتم، لما الإمام علي عليه السلام راح إلى غزوة نهروان أعتقد الخوارج، ولاقى فد واحد منجم، قال له يا أمير المؤمنين أنا أنصحك لا تذهب تخسر المعركة. قال لماذا؟ قال لأن النجم الفلاني
هذا طالع وهذا نجم نحس. قال الإمام مضمون الرواية، رواية طويلة مو كلهن أقراهن، قال ما معناه الإمام عليه السلام؟ قال هذا النجم ظاهره نحس وباطنه سعد، وهو نجمي، أعتقد هو نجم زحل. وراح الإمام عليه السلام وظفر وانتصر في معركة النهروان، وسئل للمنجم قال له هل تعلم أي نجم إذا طلع هاجة الهرارة؟ قال ما أعرف. قال تعلم أي نجم إذا طلع هاجة الأبقار؟ قال ما أعرف. تحجب هذا، يعني الكاهن ظل يتحجب، شو يسأل الإمام عليه السلام؟ الإمام يسأل. كذلك هنا لاحظوا أيضا في رواية أخرى عن أبي بصير، أنا عندي مئات الروايات لكن أذكر لك هذا موضع الشاهد، وهم هذا بي إن شاء الله ذكر لفضائل محمد وآل محمد. عن أبي بصير قال رأيت رجلا يسأل أبا عبد الله يعني الصادق عليه السلام عن النجوم، فلما خرج من عنده قلت له هذا علم له أصلون، يعني خرافات له إلى أصل، زين؟ قال نعم، يعني له أصل. قلت حدثني عنه. قال أحدثك عنه بالسعد. شوف أكو بي سعد وأكو بي شنو نحس، أكو بي سعد وأكو بي نحس. ولا أحدثك بالنحس، إن الله جل اسمه فرض صلاة الفجر لأول ساعة فهو فرض وهي سعد، ثم ذكر لصلاة الظهرين صلاة المغربين وكل واحدة من عدهن. لماذا في هذا الوقت؟ لأن هذا الوقت وقت سعد، ويحب الله عز وجل أن شنو؟ أن تحصل على الفائدة في هكذا أوقات، فلا تؤخرها لأن هذا فد وقت مخصوص لهذه الصلوات. عن أبان ابن تغلب، فقط هاي الرواية أذكرها ثم أعرج على بحثنا اليوم، أنه دخل يماني على الصادق عليه السلام فقال له، ومما قال إلى أن الإمام قال له سلام الله عليه ما صناعتك يا سعد؟ شغلك شنو؟ قال أنا من أهل بيت ننظر في النجوم. شغلتنا شنو؟ ننظر في النجوم، يعني نبين الطالع الحسن والطالع السعد. فقال كم ضوء الشمس على ضوء القمر درجة؟ قال لا أدري. إلى أن قال فما اسم النجوم التي إذا طلعت هاجة البقر؟ قال لا أدري. قال يا أخا اليمن، يا أخا أهل اليمن، عندكم علماء؟ قال نعم. قال له شنو وصف عالمكم؟ قال إن عالمهم ليزجر الطير ويقف الأثر في الساعة الواحدة مسيرة سير الراكب المجد، يعني حوالي مثلا 20-30 كيلو، هذا بساعة واحدة هو يقف الأثر، يعرف هذا وين وصل وين راح. فماذا قال له الإمام الصادق عليه السلام؟ قال إن عالم المدينة، يقصد شنو؟ يقصد محمد وآل محمد، اللهم صل، إن عالم المدينة أعلم من عالم اليمن. إلى أن قال له عن عالم أهل المدينة، يعني أهل البيت عليهم السلام، يعلم ما في اللحظة مسيرة الشمس تقطع 12 برجا و12 بحرا و12 عالما. فقال هذا اليماني ما ظننت أن أحدا يعلم هذا أبدا. طبعا ومن يعلم ذلك؟ ها؟ ما يعلم ذلك إلا من شنو آتاه الله عز وجل علم كل شيء، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، والإمام المبين هو صدر محمد وآل محمد. إذن يا إخواني، لما يقول الإمام في تفسير هذا الآية فنظر نظرة في النجوم، حسب الأنبياء يحسبون يعرفون هذا العلم، الأئمة يعرفون عليهم السلام، غير هؤلاء أغلبهم كذابون، زين؟ أغلبهم شنو؟ كذابون، دجال، زين؟ أغلبهم، لأن ما عنده إحاطة. إذا ذولا في زمن الأئمة عليهم السلام ويسأل الإمام بعض الأسئلة ما يعرف، يعني شنو أنت معرفتك؟ معرفتك بسيطة وبسيطة جدا، بل ربما تكون خاطئة. ولذلك ورد في الروايات أن الذي يبحث في هذه العلوم، زين، من غير المعصومين فكذبوه وهو دجال وكذاب، زين؟ لا يمكن لأي أحد
إلا المعصوم أو أوحدي الزمان، يعني أوحدي الزمان. وأين هذا أوحدي الزمان؟ ها؟ أكو ناس الآن ما يعرف القبلة منين، ما يعرف الصلاة الصبح ركعتين، وإذا تشوفه فتاح فال، وبعض الجهل يروحوا له، وهاي السرقة عدمن، وهذا يصير لو ما يصير. هذا تدري عندنا رواية: من ذهب إلى عراف وصدقه لم تقبل صلاته 40 يوم. زين 40 يوم ما تقبل. زين هاي الحالة مشتهرة ترى في بلداننا الإسلامية، بل حتى الشيعية، خصوص عندنا بالعراق. منا لهناك كل شارع تلقي بي يسموه أمهات النور وأبو مراية وأبو رواية وفتاح فال ومعرف إيش وأبو كذا، فد مسميات ما أحب أن أسميها. زين صارت فد مهنة رائجة، فالحذر الحذر من هذا، لأن هذا العلم لا يعلمه إلا محمد وآل محمد، وهو علم الأنبياء والأئمة وأوحدي الزمان. يعني مثلا عندنا علماء: سيد بحر العلوم عالم بالفلك، شيخ البهائي، الشيخ الأوحد قدس الله نفسه. قل لي ذولا نعم، أما تقل لي أناس ما يعرف الاستبراء من الاستنجاء، والله هذا عد نور وذاك عد نور من هالخزعبلات، هذا دير بالك، ترى هاي القضية خطرة وخطرة جدا. زين طيب، بعد هذا وعدناكم، تكلمنا في الليلتين الماضيتين عن ترجمة الحزن عند المخلوقات على أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وذكرنا حزن الجمادات وحزن النباتات وحزن الحيوانات وحزن البشر المؤمنين، ووعدناكم الليلة نتكلم عن حزن الأنبياء خصوصا. طبعا ما عدنا وقت حتى أبين لك حزن الملائكة، فوقت ما عدنا، لعله في ليالي أخرى. زين لأن هاي المقدمة ضرورية أن أذكر لك هاي الآية، لما يقول إمام الصادق عليه السلام: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. ليش سيدي إبراهيم أنت سقيم؟ قال حسب، حسب حساباته بالفلك، حسب فوجد أن الحسين عليه السلام يقتل، فقال إني سقيم. وليست فقط هذه الآية اللي تشير إلى علم الأنبياء عليهم السلام وحزنهم على أبي عبد الله الحسين عليه السلام، راح أنطيك فد نماذج سريعة والأمثلة كثيرة. أنا ذكرت ذلك تفصيلا في كتاب مقتل الإمام الحسين عليه السلام، وفي كتاب الشعائر رد الشبهات عن الشعائر الحسينية، والكتابان موجودان في النجف، أي واحد إنسان يريد يجي هدية موجود هذا الكتاب، وتحقيق مقتل الإمام الحسين عليه السلام لابن نمل حلي، وحديث رد الشبهات عن الشعائر الحسينية. يتصل بي من يجي وأنا أكون ممنون بالخدمة. عندنا مؤسسة في النجف الأشرف، مؤسسة الشيخ الأوحد للطباعة والنشر، أغلب كتبنا هدايا، سواء لكتب الشيخ على الله مقامه أو لتراث محمد وآل محمد. فأعطيك، الله يحفظكم، أعطيك بعض الأمثلة مختصرا، وأنتم أهل للاختصار، وخير الكلام ما قل ودل. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. في الحديث آدم عليه السلام لما أذنب دعا ربه، ماذا قال؟ يا حميد بحق محمد، اللهم صل على محمد، ويا علي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين، لما تبت علي فتاب الله عز وجل عليه. آدم لما علمه جبرائيل عليه السلام هذه الأسماء، سأل جبرائيل، آدم عليه السلام سأل جبرائيل، قال له: يا جبرائيل، لماذا إذا ذكرت هذه الأسماء الأربعة، محمد وعلي وفاطمة والحسن صلوات الله عليهم، تسليت، يعني ما يحصل لي في شيء؟
ولكني إذا ذكرت الحسين عليه السلام يقول له أشعر بماذا؟ أشعر بألم في قلبي. زين مضمون الرواية يقول له يأخذني الحزن والبكاء والحسرة. فقال له جبرائيل عليه السلام لأنه يقتل بأرض كربلاء، وقص عليه كل ما يجري على الحسين عليه السلام. يقول الراوي فقعدا يبكيان ويجهشان بالبكاء على سيد الشهداء عليه السلام. هاي حقيقة، ترى شايف هسه أنت، أنا قتيل العبر لا يذكرني مؤمن إلا وبكى. إن لقتل الحسين عليه السلام في قلوب المؤمنين حرارة لا تبرد أبدا. أول بداية قراءتي كنت أدرس في جامعة النجف الدينية عند المرحوم آية الله السيد محمد كلنتر، قال لي سمعت أنت تقرأ مجالس، قلت له يعني للأصدقاء الجيران، لكن سيدنا محاضرة، قال بلي الآن تهيأ أريدك تقرأ ما دام أنت طالب عندي وجيد وكذا. أخذ يعني يقدر الرجل، يقدر قدس الله نفسه، قال لي أنه المنبر شفته راح يموت هاي بالتسعينات، لأن كان الخطباء ماكو اثنين ثلاثة، وأغل أكثر شيء يقرأ له 10 دقائق ربع ساعة نعو فيما لا، لأن يخافون، لأن صدام أعدم خطباء علماء، إذا تحكي محاضرة أمر معروف نهي عن منكر تقتل. زين وقتل آلاف منهم، تعرفون سيد جواد شبر قدس الله نفسه، خطيب المعروف اللي كان هنا. زين وهو إيش قد خطباء قتل، فإحنا في التسعينات يعني كم واحد اثنين ثلاثة نهجنا منهج المحاضرة ساعة كاملة أكثر أقل مجلس، يعني قال ظنيت أنه المنبر راح يموت. زين فقال أريدك تجي تقرأ بالجامعة الدينية. ومن يحضر بالجامعة الدينية؟ علماء آل الصدر، آل بحر العلوم، كذا سيد المرعشي، سيد علي السبزواري، أساطين علماء النجف، وأنا أرتقي المنبر؟ ردت عالجت، قال لي أبدا، حضر روحك أقرأ. فأجيت بد أسلوب بلكت يعفيني، قلت له سيدنا أنا أجيت للخطاب عن كبر، يعني مو أنا صغير، فصوتي ما يساعدني، ونعي ما حافظ قليل هم ذاك الوقت، ميل لنا يعني زين حافظ لك بيت بيته. قال اسمع انت بس اصعد على المنبر واختمها قول يا حسين، بس قول يا حسين. ها يقول هذا اسم الحسين عليه السلام، هو عبره، هو حزن وبكاء. موسى تمجرب، ها تقول حسن علي فاطمة، ها ما تشعر بشيء، يعني تشعر بالتسلية والراحة، لكن من تقول يا حسين ايش تشعر في قلبك؟ ها حرارة لو مو حرارة؟ نبيك يقول صلى الله عليه وآله إن لقتل الحسين في قلوب المؤمنين حرارة لا تبرد أبدا. وشجعني يعني هذا السيد قدس الله نفسه، وما كنت قاري هاي الروايات، سبحان الله. وإذا تشوف هاي الرواية، إبراهيم آدم عليه السلام، زكريا أبو يحيى سلام الله عليه، زكريا لما علمه في رواية طويلة، أنا قلت لك أختصر يعني، في رواية طويلة علمه جبرائيل عليه السلام حروف مهمة، كاف هاء يا عين صاد. شوف هاي الآية الأخرى لها علاقة بالحسين عليه السلام، فنظر نظرة في النجوم إذ تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، كاف هاء يا عين صاد. لو تريد أعدد لك للصبح وجايتك الآيات اللي في الأنبياء وفعل الأنبياء، حزن الأنبياء على أبي عبد الله الحسين عليه السلام. زين فقال له ما هذه الحرف؟ قال الكاف كربلاء. زين الهاء هلاك العترة. زين كاف هاء العين بلي الياء الهاء الصاد صبر الحسين عليه السلام، العين عطش الحسين عليه السلام. قام يبين له يعني لها علاقة بكربلاء. زكريا يسأل جبرائيل، يسأل ربه أو يسأل جبرائيل، يقول له ما لي؟ علمه أسماء أهل البيت عليهم السلام أن يدعو بها عند الكرب وعند الحاجات.
قال له مالي كلما ذكرت هذه الأسماء محمد وعلي وفاطمة والحسن، اللهم صل على محمد، تسليت وانشرح صدري، لكني إذا ذكرت اسم الحسين خنقتني العبرة وأخذتني البهرة، أو البهرة، البهرة يعني الانبهار. فقص جبرائيل عليه السلام على زكريا ما يجري على أبي عبد الله الحسين عليه السلام، فاعتزل الناس 3 أيام. هاي اللي ما أقول أن أكلم الناس شنو؟ 3 صيام زكريا، صام عن الكلام عن الناس وعن الخلق حزنا على الحسين عليه السلام. التفتوا يا أخواني، شوف هذا التفسير، شوف هذا التأويل، شوف الآيات التي نزلت في أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام زمن الأنبياء سلام الله عليهم. ثم أخذ يبكي ويقول، يناجي ربه، إلهي أتفجع حبيبك محمد صلى الله عليه وآله بولده الحسين؟ أتفجع عليا؟ أتفجع فاطمة؟ أتفجع الحسن؟ وكان يبكي ويبكي. ثم ماذا طلب من الله عز وجل؟ قال له إلهي، إلهي ارزقني، ربي هب لي من لدنك شنو؟ ذرية طيبة. قال له إلهي ارزقني ولدا وافتني بحبه، مو إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وافتني بحبه، ثم ماذا؟ أقبض روحه إليك لأشعر بما يشعر به الأب عند فقد ولده. زين، صدق الله عز وجل رزق يحيى وبحياته قبضه، فكان شعر بقطرة من اللوعة، زين، بقطرة من لوعة النبي صلى الله عليه وآله على ولده الحسين عليه السلام. زين، هذا بعد الآن أمثلة كثيرة، ما من نبي وما من وصي إلا وناح وبكى على أبي عبد الله الحسين عليه السلام. طيب، أكثر من هذا، أكثر من هذا حصلت أفعال. إحنا مو قلنا الحزن، الحزن والجزع والهلع له أقوال وله أفعال. خلّى أنطيك بعض أفعال الأنبياء عندما سمعوا بمصيبة الحسين عليه السلام. زين، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. هذا منه إسماعيل، هذا مو ابن إبراهيم عليه السلام، هذا، لأن إسماعيل مو رسول، نبي فقط. يقول الإمام الصادق عليه السلام، هذا اسمه إسماعيل بن حزقيل، وقد بعثه الله عز وجل إلى قومه فصلبوه وسلخوا فروة رأسه ووجهه. هذا بمن يذكرك؟ مو جديدة، ها، القوم أبناء القوم من ذاك الزمان، من ذاك الزمان. شوف ماذا يصنع بالأنبياء والمؤمنين، أبشع الأمور، قتل، ذبح. سلخوا فروة رأسه ووجهه، فهو بهذا الحال هبط عليه ملك العذاب. قال له يا نبي الله، أنا طوع أمرك، الله أمرني بأمرك، تريد أجعل عاليها سافلها؟ ماذا قال له؟ قال لا، لا أريد هذا، إنما أريد أن يفعل بي كما يفعل بالحسين عليه السلام، فليقطع رأسي وليجال في الأمصار وفي المدن، لي في الحسين أسوة حسنة. زين، لي في الحسين عليه السلام أسوة حسنة. زين، يقول له أنا أريد يصير لي شنو؟ حزن، شيء، قطرة مما يمر على أهل البيت، زين، من هذه المصيبة العظيمة. رب قائل يقول، هو من أسبق من من؟ هذا راح يجيك الجواب عنه. هو إسماعيل وين؟ بعد مقتل الإمام الحسين عليه السلام سيأتيك الجواب. الصراحة أختصر لك الكلام لأن طال علينا الوقت، أعطيك الجواب وأنتم كذلك. ما من نبي أو رسول إلا ومر بأرض كربلاء.
هاي قاعدة خليها في بالك. وكل حصلت له أحوال، وأغلب إذا مو كل الأنبياء عليهم السلام سالت دماؤهم في أرض كربلاء. خل أعطيك مثال مثالي. آدم عليه السلام لما أهبطه الله إلى الأرض، فرقه عن حواء، حواء زوجته، أخذ يبحث عنها، فمر بأرض كربلاء وهو يمشي عثر، وإذا شنو سالت الدماء من أقدامه. رفع رأسه قال: إلهي أذنب جديد؟ يا آدم ليش ذنب؟ هاي حجارة، صوت الحجارة. بس احنا من نمشي بسيارة، لو نمشي مثلا واحدنا إذا يمشي وشاف لفد مثلا عاثورة أو كذا أو مطب أو كذا، ها، وعثر بيها رأسا، لو يسب البلدية، لو يسب الناس، مو؟ فدي يوم من الأيام أحد العلماء الله يرحمه أنا شفته مشى عثر، ماذا قال؟ قال: أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قلت له: مولانا هاي المطب والكذا البلدية. قال: لا، ومما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا وين هذا؟ هذا وين؟ شوف احنا واحدنا اذا شاف الغلط لو يسب الحكومه. بالعراق، العراق عندنا زين، كل الحكومه صوج من الحكومه صوج، صحيح هي هم مذنبه الحكومه البلديه الناس، يا بوتو لا خطيه فقره، مؤمنين صايمين مصلين خوش وادم. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. وين الايمان؟ وين التقوى؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم. منو من عندنا يقول أنا سبب ذنوبنا ما أدري شنو؟ لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليسلط عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب له. خطية، مسكين الشعب، كل شيء ما مسوي، كل شيء ما مسوي، لا غيبة لا نميمة لا غوش لا زنا لا شرب مخدرات وخمور لا فسوق لا عقوق والدين لا قطيعة رحيم لا أذية جيران. بعد بعد للصبح لو نريد نحكي، ها، لأن ما موجودة، كلهم زهاد وعباد، حاشا لله. واحد جاء للإمام الصادق عليه السلام قال: يا ابن رسول الله، تعبنا وملينا من الدول الظالمة، شو شيل إيدك ادعو عليهم؟ الإمام ايش قال له سلام الله عليه؟ قال: اذهبوا فتوبوا وأصلحوا أنفسكم فإنهم يرحلون. روحوا توبوا، روحوا امشوا عدل، خلل بينا احنا مولانا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا. منين شو احسب لك السلام؟ شو احسب لك؟ شو احسب لك من ذنوب ومعاصي عدنا؟ زين ما أدري الله عز وجل زين راحمنا يعني. فديوم عجبني واحد بسؤال، والله عندنا ناس أذكياء بس قليل جدا، قال لي سيدنا فت سؤال شنو؟ قال: الله عز وجل يحدثنا عن قوم شعيب سرقوا بالميزان وكذا وإذا خسف بهم الأرض، قوم لوط فعلوا هاي الجريمة الكذا المحرمة دمدمها عليهم، قوم فلان، يعني كل قوم سوي له ذنب ذنبين، مو؟ قلت له: إيه. وإذا قال: ماذا ينتظر الله بنا؟ زين، قال: هسه عندنا قوم، إذا يجون قوم شعيب يخلوهم جوا إباطهم من السرقة والغش والدجل، زين، إذا يجون قوم لوط يخلهم، بعد ما شاء الله زواج المثليين وكذا في الشرق الأوسط وبين المسلمين، أكله ماكو، هذا راح يصير قانون زواج المثليين، زين، إيه، ولا تحكي واسكت ومشي، لا تحكي على الديمقراطية وهاي، زين. فسؤال لطيف جدا، قلت له: حبيبي، لو ما ألف عين لأجل عين تكرمون كان من زمان الله جعل عاليها سافلها، إنما الله سبحانه وتعالى راحمنا بفضل محمد وآل محمد. فعثر آدم قال: إلهي أذنب؟ شوف، لا تقول صدفة، ما عندنا صدفة، أكو سبب، لو بلاء لو شنو ذنب،
لو ذنب لو بلاء، ماكو غيرهن. لا تقول صدفة، هاي عد الشيوعيين الملاحدة وغير صدفة، أمر طبيعي، عاثورة يصوش البلدية، لو ذنب لو بلاء. فقال إلهي أذنب؟ إي نعم أخواني، من هاي القصص لقد كان في قصصهم شنو؟ عبرة، هاي عبر. فقال إلهي أذنب؟ قال لا يا آدم، ولكنك مررت بأرض يقتل فيها الحسين عليه السلام، وسال دمك موافقة لدمه. هاي خليها في بالك، هاي راح تتكرر، وسال دمك موافقة لدمه. إبراهيم عليه السلام مر بأرض كربلاء وهو على ظهر جواده، فعثر الجواد فكبى به، فسقط على جبينه فشج جبينه، فسالت دماؤه على أرض كربلاء. فقال إلهي أذنب؟ ما يقول لبلاء، يقول لذنب. شوف المتواضع، شوف المؤمن الحقيقي، معصوم أنت سيدي مولاي من أولي العزم. خب علي بن أبي طالب عليه السلام أفضل من عنده، شي يقول لله عز وجل مولاي يا مولاي أنا المذنب وأنت الغفور، وهل يرحم المذنب إلا الغفور؟ سيدي أنت أشرف الخلق أجمعين، علمنا إن إحنا لا هسه خلي نصلي لنا صلاتين نصوم لنا يومين، وأنا بعد أنا ما أكون مثلي بعد زين. بس تجي تقول له استغفر ربك، اللي يقول لك ليش مسوي أنا استغفر ربي؟ ها؟ قال إلهي أذنب؟ قال لا يا إبراهيم، ولكنك مررت بأرض يقتل فيها ابن حبيبي محمد صلى الله عليه وآله الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه، فسال دمك موافقة لدمه. بعد فقط هاي الأخيرة وأسألكم الدعاء، أطلت عليكم. موسى عليه السلام من أولي العزم مر هو ويوشع بن نون على أرض كربلاء، فانقطع شراك نعله فدخل الحسك فيه، الحسك يعني العاقول، احنا نسميه العاقول زين، فسالت الدماء. رفع رأسه، شوف الأنبياء، رفع رأسه قال إلهي أذنب؟ ذنب حصل من عندي حتى هالشي، هاي عقوبة زين لو بلاء؟ قال لا يا موسى، ما صدر منك ذنب، ولكنك مررت بأرض يقتل فيها حبيب الحسين عليه السلام، فسال دمك موافقة لدمه. ليش سال دمه موافقة للأنبياء غير على أساسهم أسبق؟ أستغفر الله، كيف أسبق؟ ها؟ كيف أسبق؟ الأسبق هم محمد وآل محمد، اللهم صل. وأن شهادة الحسين عليه السلام لم تكن الحقيقية، لم تكن في العاشر من شهر محرم سنة 61 هجرية، هاي في عالم الدنيا، وإنما في عالم الذر، من هناك قبل أبو عبد الله الحسين مو السلام عليك يا ممتحنة، امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك، يعني في هذا العالم، وكنت لما امتحنك صابرة. يقول السيد كاظم الرشدي على الله مقامه، وذكرت لكم إياه العام، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، أول بيت هو الحسين عليه السلام، وبكة هي كربلاء، هناك ألست بربكم؟ قالوا بلى. الله عز وجل لما عرض كل شيء على الخلائق، فقبل من قبل وأنكر من أنكر، قام أعداء الله عز وجل فأخذوا سهما وهو يزيد، ها؟ وهو يزيد، أرادوا أن يضربوا الله عز وجل، فقال الله عز وجل من يتلقى هذا السهم؟ فقام الحسين عليه السلام وقال أنا إلهي، فتلقى السهم بقلبه الشريف. فمن ذلك العالم سالت النداوة والدماء، دماء الحسين عليه السلام، لكن لابد أن تجري في كل العوالم ما جرى في ذلك العالم، فشاءت القدرة الإلهية والقضاء الإلهي أن يكون في مثل هذا اليوم. فقلت من قصيدة في تأسي الأنبياء عليهم السلام بسيل الدماء في كربلاء، حزنا على أبي عبد الله الحسين
قصيدة عندي عاشورائية طويلة منها هذا المقطع، وبعد بعد هذا راح تفهم معناها. سالت دماء الأنبياء تأسيا في كربلاء، حزنا على رمز الوفاء، لأنهم قد شعروا قوموا بنا نطبروا. إذا تريد تواسي الحسين عليه السلام اذهب إلى أرض كربلاء وهناك واسيه، كما واسوه الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهاي القصيدة أنا كل سنة أقراها في كربلاء في ليلة عاشوراء، ويشارك بعض المؤمنين في الثواب ويلطمون. وأريدك أيضا الشارك، أريد إيدك على صدرك وتقول: سالت دماء الأنبياء تأسيا في كربلاء، سالت دماء الأنبياء تأسيا في كربلاء، حزنا على رمز الوفاء، حزنا على رمز الوفاء، لأنهم قد شعروا قوموا بنا نطبروا، ليست دمانا أطهر، سالت دماء الأنبياء تأسيا في كربلاء، حزنا على رمز الوفاء وياها، حزنا على لأنهم قد شعر. ولماذا لا يشعر لتلك الداهية العظمى؟ مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام. أشهد لقد اقشعرت لدمائكم أظلة العرش مع أظلة الخلائق. الدنيا تغيرت مولاي يوم عاشوراء. قلهم زينب سلام الله عليها: أو عجبتم أن أمطرت السماء دما؟ يتعجب بعضهم لماذا أمطرت السماء دما، زلزلت الأرض، قامت غبرة في السماء، اسودت الدنيا حتى ظهرت النجوم في تلك الظهيرة. الدنيا تغيرت، كسفت الشمس. لذلك يقول الراوي: لما رأت مولاتنا زينب عليها السلام هذا التحول والتغير، جاءت إلى الإمام زين العابدين سلام الله عليه، قالت: عم أقعد، لقد زلزلت الأرض، قامت غبرة في السماء، تغيرت الدنيا. قال لها: عم سندّيني، سندته. قال: عم أرفعي طرف الخباء، رفعت طرف الخباء. قال: عم زينا يا 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 بتهيئي إلى السبيل، فهذا رأس أبي الحسين رفع عاليا. صح ونادي: أيوا حسينا، أيوا سيداه، أيوا مظلومة. خرجت وهي تنادي: ليت السماء انطبقت على الأرض، وليت الجبال تدكدكيت على السهل. والله يا ناس يا ناس ضيعت البصير، ومثل حيرتي ما شفيت حير ابن ويالي دماء العشير، اي ولا حضرت قراب البيت، اي غير. وجرت المصائب على اهل البيت، راحت ثم رجعت، قالت: عم لقد أضرموا النيران بالخيام، عم بماذا تأمرنا؟ قال: عم زينب مر النساء والعيال فليفروا بوجوههم على الصحراء. الله أكبر، نساء مخدرات، أطفال حيارى، هاموا بوجوههم على رمضاء كربلاء. يفترن خوات حسيا من خيمة لعد خيمة،
وينخن وين صار وين ما مش بالكفر شيمة، كل خيامة تشب بنار ردا ضربا الهيمة. والخطب الأفظع والأوجع يعز علي أن أذكر هذا، ولكن من المصائب اللي نزلت على أهل البيت، يقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه، يقول كان هناك حبل من عنقي إلى عنق عمتي زينب وأخواتي، إذا أبطأنا بالسير ضربونا وشتمونا، جرت المدايا آمع يوم شمر شمرا عن ساعديه ومتن زينب أثرا، صرخت ونايا عادت كهفها غوث الورى وياها أنعم جوا. شمر الخنا بالصوت ألم أضلعي. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهي مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم اشفي كل مريض، خصوصا من أوصانا بالدعاء، اشفي مرضاهم، اقضي حوائجهم، احفظ الإسلام والمسلمين، أيد علماءنا العاملين، اجعل بلاد المؤمنين في أمن وأمان. أخواني الحاضرون احفظهم فردا فردا، أخواني المؤسسون تقبل أعمالهم، وإلى أمواتهم وأموات الحاضرين ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.